قالت لي هي دي العيله، كل انواع الاسره. شوف احنا بنينا العيله دي على ايه. اول ثلاث كلمات تحت اساسها التاريخ، واساسها المبادئ، واساسها التطوير. هي دي عيله النادي الاهلي اللي مبنيه عليه، ومش هنتنازل عنها ابدا. بما ان انا كنت لاعب كره يد في النادي الاهلي، فبالتالي النشاط الرياضي بالنسبه لي مهم جدا. وفعلا لما دخلنا المجلس غيرنا بعض المدربين والمدراء لقطاع الناشئين في اللعب المختلفه، وحصل تحسن بشكل كبير جدا ونتائج جيده. على سبيل المثال مثلا السنه دي كره اليد خدت الدرع العام للناشئين، وده ما كانش حاصل من 5 سنين. ده كان انجاز كويس جدا. كمان استعنا بخبرات كبيره زي الكابتن سيد صابر في مدير قطاع الناشئات لكره السله. كمان كان في بعض الناس بتقول ان الشباب ما بياخدوش فرص في اللي هم يبقوا مدراء او مديرين فنيين في الالعاب المختلفه. في الباسكت بنات بقى في كوادر جديده، فكمان كره اليد حتى تحديدا، يمكن لما استلمنا كره اليد كانت عامله نتائج جيده جدا. بما ان انا لاعب كره يد وفي المجلس، فالناس متوقعه ان النتائج تكون جيده. طبعا احنا خسرنا بعض البطولات في كره اليد، وده يمكن ليه كان اسباب كتيره جدا، من ضمنها وده يعتبر السبب الاساسي كان عامل السن او متوسط سن اللعيبه في الفريق كان عالي جدا. فلما عملنا احلال وتبديل طبعا حصل دروب في الفتره اللي فاتت، ولكن النهارده استعنا باداره فنيه، مدير الفني السويدي اولا، واعتقد عامل نتائج جيده جدا لغايه دلوقتي. وكمان نزلنا بمتوسط اعمار الفريق، ولغايه دلوقتي عاملين نتائج كويسه. اما بالنسبه للالعاب الفرديه طبعا الاهتمام بيها كان بشكل كبير، وخصوصا الكاراتيه والجمباز، وشفنا يمكن انشاءات كمان اختلفت تماما، سواء من صاله الكاراتيه تكييف الجمباز في الجزيره كان ليه نتائج جيد جدا، وشفنا الجمباز بياخد كمان الدرع العام في الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، وده ما كانش حاصل من 5 سنين بسبب الامكانيات والاجهزه والصاله اللي موجوده للجمباز. طبعا الكاراتيه حدث ولا حرج، يعني طبعا زميلي الدكتور مهند مجدي موجود في المجلس، هو راجل بطل عالم سابق، فبالتالي الكاراتيه كمان عندنا ابطال عالميين جيدين جدا. ومن اول ما جينا المجلس كان في عقود لعيبه كانت بتنتهي، يمكن كره الطايره في اليد في الباسكت، وقدرنا نطور العقود ونجددها. اما بالنسبه لكره السله فطبعا زي ما انتم شايفين السنه دي بقى في تطوير شامل على مستوى الفريق بالكامل، على مستوى القياده الفنيه، كابتن اشرف توفيق راجل مدربين محترمين. مش معنى كده المدربين اللي قبليهم ما نفذوش المطلوب زي كابتن طارق، لا كان بالعكس، ولكن دايما احنا بنجدد وبنطور للافضل والاحسن لصالح النادي الاهلي. فالنتائج بتاعت كره السله بتتحسن، وان شاء الله متوقعين ان شاء الله ناخد بطوله واثنين وثلاثه في كره السله، سواء على المستوى المحلي او مستوى القاري، في وجود نخبه كبيره من اللاعبين وجهاز فني قوي. كمان ده بالنسبه للرياضه. بالنسبه للانشاءات احنا طورنا بشكل كبير، اتكلمنا عن الانشاءات في القايمه، واتكلمنا عن احنا عاوزين نعمل ايه للنادي الاهلي. حصل تطوير كبير جدا في اهلي ميت نصر، شفنا المطاعم الفود كورت اللي اتعمل، شفنا المنطقه الترفيهيه، كمان التجديد اللي حصل في نادي الجزيره، يمكن نادي الشيخ زايد وفرع الشيخ زايد تحديدا هيكون فيه تطوير جيد جدا الفتره اللي جايه. وطبعا ارض التجمع هيبقى ليها عامل كبير جدا في الفتره الجايه، فبالتالي التجديد والتفكير الفتره الجايه والتركيز هيبقى على فرعين الشيخ زايد والتجمع. قالت لي هي دي العيله، كل انواع الاسره. شوف احنا بنينا العيله دي على ايه. اول ثلاث كلمات تحت اساسها التاريخ، واساسها المبادئ، واساسها التطوير. هي دي عيله النادي الاهلي اللي مبنيه عليه، ومش هنتنازل عنها ابدا.